هو استقبلنا يوم السبت 2 نوفمبر أولى الطائرات من السوق الإنجليزية من لندن بالذات. الطائرة هذه عليها 147 مسافر تابعين لثلاثة من أكبر متعهدي الرحلات في بريطانيا. نتحدث على إيزي جيت هوليديز، نتحدث على توي، نتحدث على هوليدي تاكسي. هذا يؤشر هذه أولى الرحلات، ولكن هناك رحلة ثانية باش يكونوا زوج رحلات أسبوع من لندن، كل أسبوع هكا أسبوعيا، باش يكونوا كذلك انطلاقا من الأسبوع المقبل زوج رحلات أخرين من مانشستر، باش يوليو في التجميل أربع رحلات جملة من بريطانيا. وهذا يؤشر رجوع السوق البريطانية بعد غياب لعشر سنوات. السوق البريطانية كانت موجودة في جربة حتى 2014، ثم 2015 نعرفوا الأحداث الغريبة وقتها هذه الغريبة. لا مش الغريبة، الأحداث نتاع سوسة. سوسة 2015 واللي السوق البريطانية غابت على جربة مدة تقريبا 10 سنوات 9 ونيف. مؤشر طيب، مؤشر واعي، لأنه أولا خاصة أنه الحريف الإنجليزي يقولوا من الحرفاء الممتازين معناها. أي صحيح، الحريف الإنجليزي وحريف الإنجليزي معروف عليه أنه يقدم في الموسم الشتوي، ونشوفه شركة الطيران هذه إيزي جيت يعني بستنطلق تخدم مع جربة، انطلقت من الشتاء يعني من 2 نوفمبر وبأربع رحلات منتظمة. يعني مش تعرف اللي هذه دلالة واضحة أن هناك يعني إتيود دو مارشي اتعملت دراسة للسوق، وإذا كان انطلقت بطريقة هذا دليل أنه يعرفوا مليح أنه السوق هذه أو الوجهة هذه جربة جرجيس هي وجهة واعدة، وممكن أنها يعني تعمل أرباح للمتعهد الرحلات هذه. نعم سي جمال، ما حوايش الارقام على مستوى الى حد الان، لانه سيزون في جربه راهي متواصله معناها، مازال توا احنا في البلان سيزون، رغم اللي تعتبر في القطاع السياحي دخلنا للفاز الثانيه، ولكن في جربه تقريبا ستة اشهر تكون بلان سيزون وفيها الاقبال. ايش عندك مؤشرات؟ ايش عندك ارقام ومعطيات؟ صحيح، هو الميزه نتاع سنه 2024 انه بعد انتهاء الموسم الصيفي الا ان الموسم السياحي تواصل. نتحدث يعني في شهر سبتمبر رتبة الإشغال يعني بلغت 90% تيل شهر سبتمبر، يعني ثم شهر أكتوبر يعني جزء كبير من شهر أكتوبر، خلينا نقول لك 21 مليون يعني ثلاثة أسابيع الأولى من شهر أكتوبر كانت نسبة الإشغال مهمة. الأحصائيات المسجلة منذ بداية السنة إلى غاية يوم 10 أكتوبر يعني عدد الوافدين 941 ألف وافد، يعني نقترب شيئا من عتبة المليون سائح. ومن المؤمل من المأمول أنه نحقق المليون سائح إن شاء الله قبل نهاية السنة. عدد الليالي المقضاة بلغ 5,600,000 ليلة مقضاة، وهذا يعني أعلى عدد ليالي مقضاة على المستوى الوطني، يعني ما يجعل وجهة سياحية جربة جرجيس الأولى على المستوى الوطني على مستوى الليالي المقضاة. إذن مؤشرات طيبة في العموم، توا قاعدين يعني في فترة الترويج. في سنة 2025 كنا استقبلنا 150 وكيل أسفار بولوني يعني الأسبوع الماضي، هذوما جاءوا لي من أجل رحلة استطلاعية، وكذلك تم من خلال الزيارة تنظيم رحلات استطلاعية للجنوب التونسي، تطاوين كذلك عرض المجلة الإشهارية اللي بشقة اعتمادها في السوق البولونية، اللي هي تعتبر سوق واعدة واللي هي ارتقت إلى المرتبة الثانية من حيث يعني عدد السياح بعد ساحل فرنسا على السوق الأوروبية ب 106,000 وافد. كذلك هناك عديد من الراليات اللي تنطلق من جربة ثم ترجع الجربة. إذن العديد من يعني حتى لو كان يعني الموسم السياحي انقضى، لكن اليوم دخلنا في الموسم الترويجي اللي هو باش يكون شهر نوفمبر حتى شهر مارس. نعم خليفة، أحب نسأل ونحن في كل هالاستعدادات والعودة إلى السوق متاعنا التقليدية، هناك كثير المحادات السياحية شفناها في جربة جرجيس معطلة لأسباب أو لأخرى، هل ثم معناها مشروع في اتجاه رجاحها لحيز العمل؟ شفنا كثير من الفنادق واقفة، ما نعرفوش الأسباب، ولكن هذاك يحز في النفس. صحيح، هو خلينا نقولوا الاستوار ولا التاريخ نتاع السياحه التونسيه يعني كان هناك العديد من الازمات، لكن برهنت السياحه على الصمود على الريزيليونس
تاع القطاع هذه صمود، ولكن في كل مره نخليه رانا نزل او نزل كاباسيتي، نخليه رانا طاقه الهواء مغلقه. اليوم الحل الوحيد للنزول هذا هو عوده الروح للقطاع السياحي اليوم، خاطر لانه هو في الاخر بكل استثمارات خاص، يعني ما يشجع الاستثمار الخاص والراس المال الخاص هو المناخ العام. اذا كان نشوفوا اليوم يعني طاقه الهواء الموجوده ونشوفوا عدد السياح والاحصائيات الطيبه في العموم، هذا باش يكون له دفع وباش يكون بطبيعه الحال اعطاء الثقه للمستثمرين من اجل العوده، واولا اعاده استغلال النزول المغلقه هذه ولملاء الاستثمار من جديد في القطاع السياحي. قداش عندك من وحده فندقيه مغلقه في جبل جرجيس؟ احنا خير كنا نعطيو العدد الاسر اللي هو تقريبا 12000 سرير، هو يعني خارج الخدمه الان على 150000 سرير موجوده في على 50000 سرير. يعني عندنا 12000 سرير خارج الخدمه على الوجهه السياحيه جربة جرجيس، واللي هذا يقلقنا شويه، خاصه مع ان وعوده الاسواق الكلاسيكيه المهمه رجعت، واسواق جديده كما البولونيه ومهمه كما قلت لنا، فماذا بنا ان شاء الله يرجعوا للعمل 12000 سرير هذو. واحنا عندنا مؤشرات اليوم، يعني هناك عديد من الطلبات كان الاستثمار الداخلي او الخارجي، يعني هناك ناس تبحث عن النزل وتبحث عن النزل المغلقه من اجل اعاده يعني تاهيلها ووضعها في يعني إعادة تشغيل. نعم. إن شاء الله الإحصائيات هذه كما قلت لك هو استثمار خاص، لابد من المناخ يكون مناخ استثمار. الإحصائيات الجيدة هذه قطعاً يعني تشجع الاستثمار من أجل إعادة فتح النزول هذه. في 30 ثانية سي هشام المحواش يعطيني فكرة على السوق الداخلية التوانسة في جربة وجرجيش. السوق الداخلية هي يعني إحنا قلت لك بليك يعني المرتبة الثانية السوق البولونية على السوق الأوروبية، لكن لو كنا ناخذ الأسواق بصفة عامة جملية، السوق الفرنسية في المرتبة الأولى 227000 وافد، السوق التونسية هي في المرتبة الثانية 200000 وافد. إذا صلي على النبي. إي 200000 وافد، ولكن الميزة الأخرى بتاع السوق التونسية أنه هذا فقط التوانسة اللي اختاروا يعني الإيواء داخل النزل. لو يعني هناك توانسة اللي اختاروا أنماط إيواء أخرى على غرار الشقق وما إلى ذلك والميزة النوت. هذوما ماهوش في الاحصائيات، لو كان يتم احصائهم هذوما انا متاكد انه باش يفوتوا، يعني باش يكونوا هما في المرتبه الاولى.